نخش الجيم الاولى دلوقتي هنا ما بين الشباب من ناحيه فريق جي كي سبورتس من ناحيه فريق اليت، وهم اللي هيقولوا لنا الجيم هيمشي ازاي. ولكن خلاص الحمد لله الجيم دلوقتي ريدي، وزي ما بحب اقول دايما مجرد ما نخش الجيم كلام الاناليسيس بيبقى كان على جنب. الحاجه الوحيده اللي بتفرق هي البلاير اكسكيوشن، فهنشوف الاكسكيوشن هيكون موجود عند الفرق يا رب يكون عند حظ مننا موحه، ونشوف جيم بالانسد من التو سايدز في البيفر 3 سيريس اللي موجوده بين جي كي زي ما قلنا من اكبر الفرق اللي موجوده فيها السين قدام فريق اليت اللي محتاجين ان هم يثبتوا نفسهم. مش شايفين الشباب اوريدي بيتحركوا على البوت لين. تحرك من فريق جي كي 5 مان على البوت لين، بس فريق اليت ما يعرفش الكلام ده. اعتقد ان هم هيخشوا فيست تشيك البوش وهيلاقوا مفاجاه غير ساره ليهم بالمره دلوقتي، يعني 5 فيرسس 2 الدنيا هتبقى صعبه قوي بفيست تشيك البوش. ها اجواد مستنيين، ولكن ليونا تحط الورد على طول والجانك للاسف مش شويه فوق دامج على هذه الليونا يعني، ولكن ما هي وستد فلاش ما طلعتش يعني ببلاش. الجانك نجحت او الفايف مان بلاي نجحت، قدروا ان هم ياخدوا الفلاش بتاعت ليونا، حاجه كويسه في الايرلي جيم بالديناي الاجريشن بتاع ليونا، وتقدر ان انت كمان تعمل جانك لو قدر اجواد ان هو يباث من التوب للبوت سايد. زي ما احنا شايفين هو بيتحرك على التوب لين دلوقتي، هياخد البلو باف بتاعه يعمل 3 كامب، وممكن كمان ياخد الريد باف يعني 3 او 4 كامبس بالكتير، ويقدر ان هو يعمل بلاي في البوت لين بمساعده ميميكو مشعل. بالفعل وهنستنى دلوقتي هنا نشوف الوضع هيكون عامل ازاي بالنسبه لفريق جي كي اي سبورتس. ولكن الاكس اللي موجود من عند الشباب دلوقتي هنا زي ما قلنا ليسن هيكون اجريسيف جدا في الايرلي جيم في الجنجل، نفس الكلام من عند جريفز، فاعتقد ان المفروض الفوكس بنسبه كبيره يكون موجود على البوت لين زي ما انت اتكلمت. الاثنين توب لينرز مش ورث ان احنا نحاول نجنكم بنسبه كبيره. اوكي كلنا عارفين قد ايه الوضع بالنسبه لفريق جي كي اي سبورتس في الايرلي جيم، مش هيعانوا فيه تماما. عندك اللوشن روم اللي هو المفروض من اكثر البيكس الدوميننت اللي هتكون موجوده عندهم في الايرلي تو ليت جيم. لوشن روم اقوياء جدا بنسبه كبيره، لوشن روم عندهم افضليه طبعا في ال 2 في 2 كمان، فمنكم مش عارف مش محتاجين ان هم يقلقوا تماما نوعا ما. اوكي ليونا بيك انتو بروم هي ولا ده كاونتر بيك ده ولا ده كاونتر بيك ده، ولكن ستيل ليونا برضه بتدي ساي ادفانتج كبيره في ان هو يقدر يبوك، ان هو يقدر يخش اول ان على اللوشن في حاله ان بروم عمل مثل الكومبو بتاعه او عمل مثل اي حاجه من الحاجات اللي عنده. ف هنشوف وده هيكون عامل ازاي هنا بالنسبه لي بقيه فريق جي كي اي سبورتس. بس البوت لين في رايي من عندهم هيكون عنده افضليه على ليونا زايا من بعد الليفل 3 بسبب الفوق ده مش هيكون موجود عندهم. ممكن انت تاخد الافضليه دي، ولكن زايا عندها الويف كلير في الايرلي جيم، الويف كلير بتاعها احسن من لوشن بكتير بسبب الباسيف يعني ده الطبيعي بتاعها. زي ما احنا شايفين هم اللي معاهم الايرلي برايورتي في البوت لين، ولكن احنا لسه بنتكلم في ليفل 2 برايورتي مش هتفرق قوي. اجواد لسه زي ما قلت لك عامل الثلاثه كامز بتوعه وبياخد الريث كام وبعد كده ياخد الريد، بعد كده هيفكر ان هو يكونتست السكاتر كراب اللي تحت، وساعتها البرايورتي بتاعت اللين زي اللي هتفرق، لان اجواد وبوب سموك هما الاثنين هيتقابلوا في نفس المكان. فدي دلوقتي وظيفه البوت لين ان هو ياخد الليد، ان هو ياخد الايرلي برايورتي، واعتقد ان ميميكو مشعل عاملينها كويس قوي دلوقتي. زقوا الويف بيشيلوا الفيجن وبيحاولوا ان هم يسيطروا على اللين تماما، لسه الاثنين ليفل 2. التوب لينرز زي ما قلنا جزيره ما فيهاش تعب كتير يعني، فيها كل ان انت تقعد تفرم وتحاول ان انت بس ما تخسرش التريدز بزياده بحيث انك ما تبقاش لو تبقى معرض لدايف من الانمي، عشان بولي بير وانس يعني هيجيب ليفل 6 لو استاذ ايهاب اعتقد لو بقى له كفايه هيقدر ان هو يعني يعمل له دايف بمنتهى السهوله. وشايفين دلوقتي البرايورتي بصراحه من ميميكو مشعل الويف كنترول بيرفكت، ان انت تقدر تاخد البرايورتي في وقت زي ده. يعني التريدنج موجود من ليونا بتحاول انها تجيب الاي ولكن تمس للاسف. سايفر بيتحرك على التوب سايد عايزين ياخدوا الدبل سكاتل، يعني اجواد خد السكاتل اللي في البوت سايد، جريفز اساسا ما عملش كونتست لان البوت لين بتاعه ما هوش برايورتي. هل هيروح السكاتل اللي في التوب سايد؟ ما راحش. يعني الميد والتوب لين بتوع فريق جي كي بصراحه عملوا اكتر من رائع، شغل كويس قوي ان هم يعملوا حتى سيت اب ما خلوش يضيع وقت ان هو ياخد السكاتل كراب، الراجل جه خدها على الجاهز. بعد كده دلوقتي اللين بيرجع تاني بوش، كل ما انت بتبوش المينيونز انتو ذا انمي توريت يعني اللين ترجع تبوش عليك عادي جدا، ولكن جي كي في الحاله دي مش هيفرق معاهم خالص لان هم اوريدي لو وميمك عمل ريسيت. واعتقد ان مشعل هيحاول ان هو يفريز الويف او هيحاول يهولد الويف، ولكن لو فريق اليت سابه يعمل كده بصراحه هتبقى كويسنبل قوي، هتبقى حاجه غريبه. متفق معاك جدا صراحه، ولكن فريق جي كي اي سبورت لحد دلوقتي انا ما شفناش منهم اي بيكس اجريسيف خالص موجوده حوالين الماب، اي تحركات اجريسيف تكون موجوده من عندهم لحد دلوقتي هنا. الفيرست بلاد بس هو اللي راح لصالح نينجا كينج كالعاده، متعودين على سايفر بالميني انت الجميله اللي بتكون موجوده في الايرلي جيم، فالاستاذ سايفر ده معودنا على التحركات الغريبه اللي بتحصل منه في الايرلي، ف اتس فاين عادي جدا على الحوارات دي من سايفر. ما تخافوش شباب هو بس بيحب يخض هنا ولكن ممكن يموت للمره الثانيه هنا. اوكي سايفر كالعاده ترولينج، واي فولد هنا قدام نينجا كينج سولو كيل موجود هنا في الميدلين على الاستاذ سايفر.
اعتقد ان هم اوريدي ضمنوا التاهل للانفنت صح، عشان كده they're just having fun اعتقد. تقريبا كده يعني. هو دبل دبل ميني انت، هو مش ميني انت واحده، هو عادي هافين بيلعب فن. كاونتر ماتش اب، هو بيلعب كاونتر ماتش اب، الماتش اب صعب، ولكن يعني اعتقد ان هو كان شايف ان هو لو دخل بالدبليو دي ان هو هيموت، لان انت ده سايفر يعني، هو عارف المفروض ان هو بيعمل ايه. ولكن احيانا بحس ان فريق جي كي لو شايفين ان الفريق اللي قدامهم مش تقيل، مش فريق كبير قوي او اسمه مش معروف، احيانا بيحبوا بيلعبوا باستهزاء شويه، اللي هو احنا كده كده هنعرف نكم باك، كده كده هنعرف نكسب الجيم. واحيانا بيعملوا زي البلايز الترول اللي زي اللي انت شفتها من سايفر دي. هو اوريدي 0-2 داون، 5 فارم بس مش كتير، ولكن 25 فارم في اولموست 6 دقايق، ده مش كويس خالص يعني. الناس اللي الفارم بتاعهم كويس هم البوت لين، تقدر تقول 40 فارم في وقت زي ده هو اللي كويس، ولكن الميد لينرز بيهايند شويه في سي اس، التوب لينرز يعني سي اس بتاعهم قريب شويه، فولي هو اللي معاه الايرلي ليد، وده طبيعي لان فولي هو اللي معاه الدمج اكتر في الايرلي جيم من هذا الاورن. اجواد لغايه دلوقتي ما شفناهوش بيعمل اي حاجه يعني، غريبة ان اجواد بيلعب بالليسن وما شفناش منه اي جانك ولا في الميد ولا في البوت لين، ولكن اعتقد شايفين تحرك دلوقتي من اجواد، وهيبدا ان هو يلوك في الماب، هيبدا ان هو يحاول يدي ليد للتيم بتاعه، او على الاقل هيحاول يلوك ان هو ياخد دراجون. بيتسلل دلوقتي للبوت لين، وشايفين جريفز كمان بيتسلل للبوش تحت، شايفين علامات الاستفهام موجوده من فريق جي كي، وممكن نشوف 3 في 3 في البوت سايد، وفي اكشلي في بلاي بتحصل في البوت سايد. في فايت موجود هنا في البوت لين، ولكن لكن لما يكون ماشي على ستيلا لايف الحمد لله، بس هو مش سايفر عشان كده مش هيفوق له دور في البوت لين في الايرلي. هنشوف الشباب لسه عايشين هنا، المفروض شغلتكم ما تكونش صعبه تنام من قدام هنا فريق جي كي اي سبورتس مره كمان، ولكن لسه لحد دلوقتي هنا سايفر سافرنج في الميد، ان احنا نشوفه هنا قادر يعيش او يسرفايف قدام الاستاذ سونيجي كينج. وبوب سموك عنده سيطره كبيره جدا طبعا على دريك هنا، يقدر ان هو يسيطر على ماونتن دريك بسبب ان هو عنده البوت لين برايو حاليا بسبب البوش ادفانتج اللي موجود مع الزاليونا، ولكن سايفر مره كمان في الميد لين اولموست هيفول داون هنا قدام الاستاذ سونيجا كينج للمره الكام تقريبا، انا بطلت احاول اعد من كتر ما انا شفت يعني المره الثالثه يعني بطلت احاول اعد. فسايفر الحمد لله انه عاش المره دي بالدارك سيربو كرافتنج بوشن، سافرنج هنا ان هو هيسرفايف في الميد لين رغم ان هو مش صعب عليه خالص ان هو يبوش ويرجع. اوكي لساندرا زي ما قلنا يكون عندها ادفانتج، ولكن ده مش معناه ان انت تخش ترمي نفسك ليترلي في بق الانمي. ف سافر هنا ستيل ميكينج كويستنبل بلاي صراحه، ده حقيقي ده حقيقي. وشفنا في نفس الوقت برضو اجواد بيحاول يفورس بلاي في التوب سايد على الاورن، يعني انت عايز تدايف على اورن الموضوع صعب جدا وفرصه الفايت بتاعه، ولكن في فورس فايت في البوت لين موجود على ايهاب، ولكن هيقدر ان هو يهرب باستخدام الفلاش. مره كمان هنا هنشوف الشباب في الفلاش يا البوت لين، لكن مع الهيكس فلاش فاسفه مش محتاجه، ولكن في الميد لين الكاميرا ما كانتش موجوده، ولكن شفنا ليس المساعد الاستاذ سايفر قادر ان هو ياخد هنا الكل على ليساندرا اخيرا 2-1 هيكون السكور، لكن الكل راحت لليسن، كنا نتمنى ان هي تروح للبلانك عشان يقدر ان هو يرجع نفسه شويه في الجيم، ولكن البوت لين ميميك هيجيب الكل هنا على في ثانيه واحده بس بسبب المس بوزيشن اللي كان موجود منه، والفيذر هو الموجود على طول من عند الزاي هنا، ولكن الالتيميت اللي كان موجود عند مش عليه كان متاخر شويه، ولكن اسمع هنا معجن الكل راحت للاستاذ ميميك فور نوتنج هياخده هنا. اوكي اعتقد ان هي دي بدايه رجوع فريق جي كي جيم، يعني الكيل اللي في الميد لين دي هتبقى كروشال جدا دلوقتي حقيقه. سايفر وهو 0-2 ومعاه اسيست بس، هو دلوقتي اللي بقى اب في السي اس، وشايفين اجواد بيحاول يعمل دايف في التوب لين. دايف التوب لين موجود هنا، ولكن النوك اب اللي موجود من اورن دبل نوك اب وفايدر سيرفايف ولا معاه الفلاش، لوك لا يقدر ان هو يسرفايف هنا في التوب لين ومش هيفول داون المره دي، ففرصه كويسه جدا ليه ان هو يقدر يأسرت دومينانس هنا لحد دلوقتي في التوب لين. الكل اللي كان هياخدها، ولكن برضه كل راح يوصلها الاستاذ اشواد فيقدر ان هو يستخدمها بالرومز اتس فاين، ولكن اهم حاجه ان ليسن هيفول داون في الليت جيم، فدايما بنفضل ان هو يدي الكيلز لللينرز، اهم حاجه ان هي في الدايف كان هو المطار ياخد الكل ما كانش يقدر ان هو يديها للوف، الدايف كانت عملت بانسب وجه الصراحه، وف اضطر حتى ان هو فلاش باك تو سيفتي، فعشان كده هنشوف ان هو يعني الحمد لله قدر يوصلها. ولكن شايفين بوب سموك يعني الراجل فاهم هو بيعمل ايه لحد كبير، لان هو عارف ان هو مش عارف يفايت الليسين، مش عارف يحط الجانك بريشر برضو زي الليسين، فبيحاول ان هو يعمل الكروس ماب بلاي، بيحاول ان هو ياخد الفارم بتاع اجواد. اجواد دلوقتي هيروح على الريد باف بتاعه مش هيلاقي اي حاجه، وشفنا كمان التحرك بتاع السبورت بتاعه، شايفين كولابس موجود من فريق جي كي على الريفر، الالتيميت موجود على طول من هذه الليونه. الالتيميت فرده مليونه، ولكن للاسف مفيش اي سبورت موجود هنا مع فريق جي كي اكسبت ان اجواد خلاص اوريدي وصل هنا في البوت لين. سونيك وايف مش هتلاند هنا على اي حد من الاثنين، ولكن سافر موجود بالاثر تشينز بتلاند على ايهاب على طول هنا، والمره كمان هنشوف ميك قادر انه يجيب الكل الثانيه. سونيك وايف هتمس لسه بالفلاش الموجود عند الاستاذ بوب سموك، ولكن فريق جي كي اي سبورتس لسه
ثيرستي فور مور، بيدوروا على الدايفن لكل موجود في البوت لين. ايه موجوده من الاساندرا هنا على طول بالفورمان رود، بيضرب الالتيميت على نفسه هنا. نشوف سايبر بيفول داون على ايتش شادو انت اكونت الاستاذ زايا في الثانيه واحده بس، شادو هيجيب الكل هنا ولسه سموك متعطش اكتر من كده، ممكن يكون جريدي شويه لكن مع الريد باف والهيل اللي موجود عند سايا مع الموفيت سبيد كيو بالدبل كل اللي هتكون موجود دلوقتي هنا على طول من عند سايا. هنشوف ستيل قادر ان هو يلاند الكل على الاستاذ مشعل وفريق اليد بيتريدوا الكلز 2 فور 2، ولكن بالنسبه لي فيري وورث لو تسالني يا مو. اوكي اكيد ورثت بالنسبه لفريق اليت، يعني بصراحه بلاي هايله منهم، اوفر كوميت جدا من فريق جي كي، حاولوا ان هم يعني جابوا كلات، كسبتوا الفايت في الريفر خلاص فول باك، ما تعملش الغلطه دي، لان انت لما تقدمت لجوه في الانمي جانجل ليساندرا قدرت انها تعمل فور مان روت كانت كويسه جدا، وبعد كده قدرت انها تضرب الالتيميت، اشترت وقت كتير جدا للتيم بتاعها، وقدرت ان هي يعني بالوقت ده قدر فريق اليت ان هو يرجع تاني في الجيم. يعني شفنا ان فريق اليت كان معاه الافضليه بسبب اللي حصل في الميد لين، وبسبب ان كمان اجواد ضيع وقت شويه في التوب لين، وبعد كده اجواد رجع التيم بتاعه في الجيم، وبعد كده برضو نفس البلاي في الاخيره دي قدر فريق اليت ان هو يرجع تاني الجيم ويعادل الجولد ليد، واكشلي يبقى معاه جولد ليد هي بسيطة قوي الصراحة، مش هتفرق قوي، يعني حوالي 200 جولد، مش هي دي الفارق كبير، احنا لسه في الدقيقة 11، 200 جولد دلوقتي لا تعتبر شيء يعني خالص، قلنا لو مثلا لو كانت 2000 3 كان ممكن ان هي تفرق، ولكن خلاص 200 جولد ما فيهاش اي حاجة، الفريقين دلوقتي يعتبر متعادلين. ولكن لو كان فريق جي كي رجع من شوية اعتقد ان البلاي اللي فات دي كانت هتبقى جيم تشينجر ليهم. هنشوف اجواد دلوقتي، انا بصراحة عايز اشوف منه اجريسيف بلايز اكتر، عايز اشوف منه تحرك على الماب اكتر، واعتقد ان بالريفت هيرالد ده نقدر نشوف منه بلاي، نقدر نشوف منه دايف، ولكن اورن هيحاول يكونتست ريفت هيرالد، اعتقد ان اجواد معاه سمايت مش هتبقى كونتستد. اعتقد ان اجواد هنا معاها السمايت فايت شود بي فري بالنسبه له، وردي مكمل الجورد رينكر، فممكن يدور هنا على الدايف اللي هتكون موجوده في التوب لين على اورن مره كمان. نكتريشا كينج بليفر فروست فول كومبو مضروب على الاستاذ سايفر مع الالت بتاع الفروزن توم، ممكن نشوف هنا سايفر بيفول داون، لكن لوكلي بتايم وورد تونيك قدر انه يشتري شويه وقت مجرد بس ان هو يسرفايف ومش هيفول داون هنا، فستارت كويسه جدا برضه مره كمان بالنسبه له. صراحة الماتشاب دي يعني بالنسبة لبلانك ماتشاب جحيم، انت ما بتعرفش تعمل اي حاجة، مجرد ما انت بتقرب بالدبليو لساندرا بتدوس دبليو بتدوس الار، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. ووفو هنا كان بيحاول ان هو يعني تبع شوية في البليت، ولكن ايهاب بيحاول ان هو يعمل بانش، بيحاول ان هو يبعده عن التورت بتاعه، ولكن شايفين قوة البولي بير، يعني البولي بير هو الداون في الاتش بي وبيكسب الفايت. بسبب الدبليو بتاع سبب سستين، ولكن ووفو بياخد شويه تور الدمج، لازم يخلي باله ان هو ممكن يفول دور قدام الاستاذ ايهاب. الفلاش مش موجوده معاه، موجوده مع ايهاب، لكن هنا فالاورن يقدر ان هو يسرفايف في التوب لين، لكن زي ما انت قلت الحمد لله مش هيفول داون. ومره كمان شايفين فريق اليت هو اللي قادر ان هو يسيطر مره كمان قدام فريق جي كي اي سبورتس على دريك. برنتي اي واز رونج، فريق اليت اكشلي هيسد كويس جدا قدام فريق جي كي اي سبورتس يا موحل هم سد بصراحه، يعني معاك حق سدين كويس قوي، ولكن انا شايف برضو يعني الاداء بتاعهم كويس، والاكتر اللي تقدر تقول عليه اكتر ان فريق جي كي بي اندر بيرفورم، مش بيأدي بالمستوى المطلوب منه، يعني ان يحصل 2 سولو كيلز في الايرلي جيم من سايفر ده مش شيء طبيعي، يعني الا لو هو كان مثلا بيليم التست او حاجه. شايفين السبورت هنا ليونا بيحاول ان هو يفيس شكل البوش، ولكن خلاص شافهم بالسويبر ورجع تاني على طول. هنشوف على طول البيرما برايو موجوده من ليساندرا لان الويف كلير بتاعها اعلى بكتير، خلصت الايفر فروست. مين وايل سايفر مع الميركس، يعني الراجل بيحاول ان هو بس ينجو من الاولينز ومن الوان في وانز ومعاه اللوست شابتر، وده مش هيبقى كافي خالص انك تقدر تموت ليساندرا، تقريبا بقى مستحيل ان هو يموتها بدون مساعده الجانجلر بتاعه. وشايفين تحرك من 3 لعيبه من فريق اليت للتوب لين، واعتقد ان احنا هنشوف دايف هنا على ووفو. دايف موجود في التوب لين على الاستاذ ووفو، ولكن المره دي 3 مان توب لين وفايف فولد على الاستاذ بوب سموك بالكولاترال دامج اللي ما كانش ليها اي لازمه هنا، ولكن على قد ما يقدروا بيحاولوا ان هم يحطوه هنا تحت بريشر بالفعل، هياخدوا عليه الكل كلين دايف مره كمان من عند فريق اليت في التوب لين. يا موحل لحد دلوقتي الشباب صراحه ادائهم جميل جدا في الجانكس، ولكن اجواد ما شفناهوش عمل اي حاجه بالتوكلز اللي كانوا موجودين معاه سو فار صراحه. اصل هتعمل ايه لما اللينز بتاعتك تبقى بيهايند كده؟ صعب انت قوي كجانجلر انك تبقى مؤثر، لانك يعني تاثير الليسن وقوته بيبقى تقريبا من اول لايك من 5 ل 10 دقائق، بعد ربع ساعه بعد تلت ساعه من الجيم ليسن بيبقى سبورتيف تشامبيون اكتر من ما هو يعني دامج ديلر. بالظبط يعني بيبقى سبورتيف تشامبيون، مثلا الكيك بتاعته هي بتبقى طبعا اكتر حاجه مؤثره، ولكن لما الناس اللي في الجيم يبتدوا يجيبوا انه مثلا ايتم 2 خلاص ليسن بيبتدي ان هو يفولو واحده 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 لغايه ما يوصل ان هو مثلا في الدقيقه 30 بنشوف احيانا ليسن بيشتري ريديمشن اللي هو بيبقى سبورت للتيم بتاعه حرفيا يعني. ولكن شايفين هنا على طول سايفر عمل اللين سواب مع ووفو يمكن عشان يعرف يفرن في التوب لين،
جايز، ولكن هو اوفو تاني رجع تاني في التوب سايد، وسايفر هينزل تاني للميد لين بتاعه، وهنشوف برضو التريدنج الموجود في التوب لين، والجزيرة اللي دايما منسية يعني، يدوك بيحصل فيها بلاي كده مرة كل 5 دقايق ده لو حصلت يعني. بس اللي مستغرب منه الصراحة الجيم ده البوت لين، يعني مفيش تركيز كبير قوي من الجانجلرز على البوت لين. انا قلت ان البوت لين ده هيبقى حفله، تبقى فايف مان كده على طول، ولكن مفيش تركيز كبير قوي. ما شفناش تي بيس كويسه من سايفر، يعني سايفر تقريبا الاثنين تي بيز اللي عملهم لغايه دلوقتي كانوا لللين عشان ما يخسرش بس السي اس، لكن ما شفناش منه اي تي في بلاي، ما شفناش منه اي الانيشيشن، ما شفناش اللي هو البلاي ستايل بتاعه اللي هو انك تبوش وتروم تبوش وتروم. واعتقد كل ده ناتج عن الايرلي ديفيسيت اللي كان في الجولد، اللي هو يعني ان هو كان بهايند قوي في الايرلي جيم. حقيقة صراحة، ولكن الجول ديفيسيت لو هنتكلم فيه دلوقتي فهو مش كبير ما بين التو تيمز، ما بين 15 ل 30 ثانية. الماتش ده متقارب أكتر بكتير جدا من الجيم اللي اتفرجنا عليه امبارح يا موحى، يمكن أنت ما كنتش موجود، ولكن امبارح وقبل ما كمل امبارح خلينا نتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي حالا. كل واحد في اوش جاد موجود هنا بنورنا على طول على الأستاذ وفطرنا بالستون بنيجا عشان نروح فول باك هنا قدام الأستاذ سونيجا كينج ويهاب أنت كاونت كل ده. شباب هنا فوكس كبير جدا موجودين على ووف وبيحاولوا ان هو يفول باك، ولكن الفوكس موجود على الأستاذ سموك بيضرب الدبليو الثانية مع الكونكرر مش جاد اندينج اللونج تريد تكون أفضل حاجة ليه، ولكن ستيل بيحاول انه يسرفايف فيها النهاية. الكلمة هتروح للاستاذ جريفز 2-0 هيكون هنا مع المورتال شيلد بو عايش احسن ايام حياته لحد دلوقتي هنا في التوب ليج. بصراحه يعني اورن دلوقتي الجيم بالنسبه له كويس قوي، ولكن شفنا في نفس الوقت بصراحه حركه ذكيه جدا من اجواد ان هو عملها، ان هو خد طورين في البوت لين باستخدام هذا الريفت هيرالد، وشايفين هنا على طول الكولابس من فريق اليت على فريق جي كي. هل هيقدروا ان هم يعملوا اي حاجه؟ ما اظنش، اظن فريق جي كي اوت، ولكن مش على الموجود في خطر، واليونا بتعمل عليه الانجيج. وده الانجيج موجود دلوقتي هنا على طول الاستاذ ايهاب في البوت لين، ولكن الكالينج موجود من لوشن لجماعه هافر موجود من عند مشعل ياخد عليه الكل، وسايفر كان موجود بالتليبورت وراهم كان موف وموجود بسونيك ويف موجود من عند ليسن، ولكن مطر نايف فول باك هنا لساندرا الالتمت موجود على نفسه هنا فروزن توم جي كي اي سبورت ياخد الكل الاولى الكل الثانيه والكل الثالثه بتروح لصالح الاستاذ سايفر هنا على طول في البوت لين. 3 كيلز مقابل لا شيء، جي كي هيكسبوا الفايت بسبب التنظيم اللي كان موجود عندهم هنا. اوكي هو ده اللي انا كنت مستنيه، هو ده اللي انا كنت مستنيه من فريق جي كي، ان هم يعملوا البلاي اللي تديهم الادفانتج في الجولد. زي ما احنا شايفين 2500 جولد دلوقتي الفرق ما بين الفريقين، الطورين اللي اتاخدوا في البوت لين دول رجعوا جولد كتير جدا للفريق، وكمان البلاي دي باستخدام التليبورتس. يعني فريق اليت كان المفروض ان هو يعمل حسابه ان التليبورتس دي جايه في السكه، ومفروض ان هم يبقوا عاملين لها تايمنج في الشات، ولكن ما اظنش ان هم عملوا كده، وهو ده فعلا اللي خلاهم بهايند. زي ما احنا شايفين فريق جي كي ابتدى ان هو يوقف زي ما نقول الليمت تيستنج، مش هنقول ترولينج خالص، هنقول ليمت تيستنج بتاع الايرلي جيم خالص خالص، وابتدوا مش انتنج خالص يعني. هنبتدي نشوف فعلا دلوقتي فريق جي كي، لانه واضح ان هم في الايرلي جيم كانوا يعني بيهزروا شويه، ولكن دلوقتي قالوا خلاص ستوب هزار، يلا نتراي هارد، يلا نرجع للجيم. واعتقد ان الدريك ده هيبقى بتاعهم، هياخدوا الدريك ده وهيبتدوا ان هم يعملوا سنوبول للجيم. والسنوبولينج بالفعل هيكون موجود بالكومبي دي ايزي جدا، عشان كان بيدور هنا على الانسيك، ولكن انستنت فلاش موجود عند الاستاذ شاتو هتخليه مضطر انه يفول باك. انا عطوه كوره فوق جاد موجود من الاورن المس هنا هتكون موجوده سابر ايلي كانت موجوده من عند البروم لسه كل ده السنه كيف موضوع زي الاستاذ اشوات هنا ممكن تكون فرصه انه يضرب الالتيميت في ثانيه واحده بس قبل ما يفول داون، لكن ايهاب هاي مس فلاش اوفر والاشوات بيجيب الكل على الاورن ويهاب كمان هيفول داون وصعد واحد عند فريق جي كي سبورت سايفر وي 2 دي بانش عطونا بالكولاترال دامج اللي موجوده من عند الجريفز وثاني واحده بس بانشنج اللي حصل منه هنا بيخلوه يندم اعتقد على الميستيك اللي هو عملها دلوقتي. اوكي يعني سايفر مكمل على يب. ساندرا لساندرا بتحاول تجري، والستورم برينجر على طول مش هيسيبوها، يحاولوا ان هم يموتوها فعلا. لساندرا بتجو داون وزايا دلوقتي في خطر، مش على طول بالالتيميت ووفو، واعتقد ان ذاتس ديد زايا. خلاص ريب 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 ريب. هنشوف يعني بصراحه من اكتر الحاجات اللي بتميز فريق جي كي، هو جي كي ولا جي كي؟ عشان مره بقولها كده جي كي كده جي كي صح؟ اوكي اوكي عشان في ناس قالت لي جي كي بس انا مش مقتنع الصراحه. يعني يوفو هنا بيحاول يتشيس الجريفز، ولكن جريفز مع الاي بتاعته هيبقى في امان تماما. اجواد بيحاول ان هو يجيب الدراجون، الدراجون هيبقى ان كونتستد تماما. 3-0-4 اجواد على الليسن، بصراحه من احسن الليسنز الموجودين عندنا في المينا ريجن، مينا ريجن يعني، او مش احسن ليسنز بس هو من احسن الجونجلرز الموجودين اذا ما كانش هو الافضل في المين ريجن. بصراحه اداء اكتر من رائع، وشايفين الكامباك يعني موجوده من فريق جي كي. كنت عايز اقول ان فريق جي كي من احسن الفرق اللي موجوده في الريجن، ان هم يعملوا تيم فايت. التيم فايت بتاعهم بصراحه بيبقى كلين جدا منظم، حتى وهم بيهايند لو قدروا ان هم بس ما يبقوش بيهايند قوي، يعني مثلا لو الفرق 1000 2000 جولد ولا حاجه يمكن 3000 يقدروا برضو يكسبوا التيم فايت. الميكانكس بتاعتهم كلين جدا، وفي نفس الوقت التنظيم
التنظيم في التيم فايت بيبقى حلو قوي، فالفرق التانية بتحسهم ممكن مثلا يتوتروا مثلا في التيم فايت، او ان هم يعملوا حاجات عشوائيه، يستخدموا ابيليتيز بطريقه غلط، ما يركزوش على الكاري، يعملوا غلطات يعني من الغلطات اللي بنشوفها من الفرق الجديده. ولكن فريق جي كي بصراحه في التيم فايتس يعني نقدر نقول عليه توب تير تيم. صراحة الكوميونيكيشن اللي موجود مع الشباب ما شاء الله عليه يدرس، زي ما انت بتقول هنا كانوا تقريبا خسرانين بفرق 0-3 او 0-4، ولكن مرة كمان كسر زك ارس، لكن اوكي المرة دي ما فيهاش اوفر لول، مش هيفول داون، الحمد لله كان يقولوا ان انا اللي حسدته المرة دي، ولكن شفناه هنا قادر ان هو يسرفايف قدام فريق اليت. ومنت 20 هنا البنو خلاص اوريدي اب، لحسن الحظ ان فريق جي كي سبورتس ان هم يخطفوا الانفيرنال سول اللي كانت موجودة فيه المرة اللي فاتت، فمش هنشوف الشباب هنا بيخسروا الفايت على البارون باف لان هم عامل باور اللي موجود مع الانفيرنال، وكمان السول اللي عندهم نسبه كبيره جدا ان السول بوينت تكون موجوده معاهم هنا، ف فرصه كويسه جدا بالنسبه لفريق جي كي اي سبورتس ان هم يقدروا يفايتوا على البارون او يستنوا دريك. انا في رايي ان هم مش في وقت ولا في حاله ان هم حابين ان هم ياخدوا ريسك دلوقتي خالص صراحه، انا موافق في رايي لو هنعمل اي حاجه دلوقتي لو انا مكان فريق جي كي اي سبورتس مش هاخد تمن الريسك ان انا احاول ان انا اخش دلوقتي هنا على البارون صراحه. مش محتاج انك تعمل الريسك لان سايفر في البوت لين لسه التليبورت بتاعته اون كول داون، بيتهيألي قدامها مثلا حوالي نص دقيقه، لما التليبورت بتاعت سايفر ترجع وتقدر ان انت يعني انت والفريق بتاعك انتوا خمسه تبقى حوالين البارون، ساعتها ممكن تفورس. شايفين السيجينج موجود من فريق جي كي على الميد لين، سموك هنا بالسموك سكرين بيحاول ان هو يبعد ميمك، بيقول له ارجع شويه يعني التاور ده بتاعنا اللي انت بتعمله ده غلط، وشادو هنا بالدبل فيذر او اسمها توين فيذر دبل فيذر مش عارف ايا كان الكيو، يعني بيقدر ان هو يرجع فريق جي كي لورا، بيقدر ان هو يبعدهم عن التورت بتاعه. شايفين ال 1 3 1 الطبيعي جدا من فريق جي كي، ولكن سايفر بيجوين الفايت في الميد لين، التي بي بتاعته رجعت، ممكن يروح بوت سايد ويبريشر وبعد كده يقدر ان هو يعمل تي بي، ولكن اعتقد ان فريق جي كي هنا عايز ياخد التاور ده جدا، او ميبي هي لوك يعني ذي ويل لوك فور ا دايف، ولكن الموضوع صعب قوي انك تدايف على ليساندرا وليونا واور. ولحد دلوقتي هنا شايفين فريق جي كي سبورتس هم بيدوروا ان هم يخشوا على الفايت هنا على طول على فريق جي كي سبورتس، عندهم افضليه كبيره جدا في التيم فايتس بحكم الكومبوزيشن اللي موجوده معاهم، وشايفين الشباب عندهم فرصه كويسه جدا في ان هم يكملوا في الانجيج اللي موجوده، ولكن للاسف ما تقدرش ان انت تحكم خالص عليهم هنا بحكم انه كان عندهم ديسادفانتج كبيره في الايرلي جيم قدام فريق اليت، ولكن فريق اليت هنا يمكن عملوا كليم للادفانتج في وسط الجيم، ولكن بتروح منهم سلولي قدام فريق جي كي اي سبورتس. وجي كي اي سبورتس هنا سولك ويف موجوده من عند الليسن بالانجيج اللي موجود، اجواد لسه بيدور على اجريسيف بلايز اللي ممكن يعملها على فريق اليت، ولكن ريسكي شويه لان لسه الشباب يعني لازم تريسبكت بار موجود عندهم، ولكن اوكي ايهاب سيد نو بانستنت فلاش موجود على الشباب هنا، تحمسوا شويه في رايي، ولكن ويستد فلاش من الليونا ضربها بدري شويه في رايي. يعني هو بيحاول ان هو انيشيت بلاي، بيحاول ان هو يوجد يعني الافضليه التيم بتاعه، مش عارف ليه التو تيمز بيلعبوا ارام في الميد لين، ليه ما بنلعبش ال1 3 1 العادي جدا، انت معاك التليبورت على اوف ومعاك التليبورت على سايفر، تقدر ان انت تنتشر في الماب تماما وبعد كده تحاول انك تبريشر ميد لين، ولكن فريق جي كي مش راضيين يسيبوا التاور ده، هم عايزين ياخدوا التاور عشان ياخدوا الكنترول بتاعهم في الانمي جانجل. هنشوف ان الوضع هيكون عامل ازاي بالنسبه للشباب من ناحيه فريق جي كي اي سبورتس في البارون فايت اللي جايه. خلاص دريك هيسبون في خلال 50 ثانيه من دلوقتي هنا يا موحى، ومفروض ان الشباب هنا يكونوا جاهزين لفايت زي كده من عند فريق اليت، ولكن فريق اليت يو نيفر نو يو نيفر نو، فريق اليت هل هيقدروا ان هم يكسبوا الفايت اللي جايه ولا لا بحكم الادفانتج اللي موجوده في الميد لين معاهم، وكمان لورد دومينيك اللي هي السكند ايتم الكومبليت من عند الجريفز دلوقتي هنا، المفروض ان احنا نشوف سموك بيطلع دامج كتير جدا قدام فريق جي كي اي سبورتس، ولكن وفويتو تانكي على الاستراكس جيج وعلى بليت ستيل كابس الفرونت لاينر الموجود عندهم، كمان في الليسن وفي البروم، فعندك ثلاثه فرونت لاينرز اقوياء جدا موجودين من عند فريق جي كي اي سبورتس. مين وايل كراكن سلاير زايا في رايي مش احسن بيك تكون موجوده، ولكن زي ما انا قلت قدامك ثلاثه فرونت لاينرز فلازم نشوف الزايا بتحاول تشتري اي حاجه تطلع بيها الدمج. معظم الوقت اعتقد ان الجيم ده هو مش امورتال شيلد بو جيم صراحه، ولكن اكشلي كراكن سلاير ممكن تكون مفيده ستيل قدامه ثلاث تنكات. ف بالظبط اكشلي لما فكرت فيها شويه اوكي كراكن سلاير بتميك سنس على الزايا بالنسبه لي، ولكن كونك معاكش امورتال شيلد بو ولا جيل فورس ده بيخليك تتك سنه زياده على البوزيشننج، عشان لو اتمسكت اوت مش هيكون عندك اي اسكيب غير الالت. اوكي ليونا بتمس الالتيميت للمره الثالثه او المره الثانيه على طول ورا بعض، وشايفين هنا سايفر بيحاول ان هو ياسسينيت الجريفز وهيعمل له وان شوت.
ممكن يخش هنا على طول على ليون، انا اتقفشت على طول بالالتمت اللي موجود برو مع الكالينج اللي موجود مع اللوشن في ثانيه واحده بس. ايهاب كان ممكن اي حد ينقذه هنا، كان هيفول داون في البوت لين وتري جاكين كمان بالانستنت كلينس، ولكن نوت انف واي تو فاست هنا الانجيج اللي موجود من عند الاستاذ ميميك بسبب السامونر سبيل كلينس اللي كانت ضربه ميميك شبه بيرفكت قدام اليساندرا هنقدر نواسي. هي بيرفكت صراحه، هو كان خلاص 1 اتش بي اول ما اتعمل عليه بتهيألي اتعمل عليه اجنايت اتعمل عليه الروت خلاص، يعني ميميك ما كانش عنده حل تاني غير ان هو يضرب كلينز، وشفنا ان هو كمان حافظ على الفلاش بتاعته، يعني رغم ان هو كان حرفيا جوه الانمي تيم يعني كان خلاص فاضل له ضربه واحده ويموت، ولكن حاسبها صح قدر ان هو يستخدم كلينز بس لسه محافظ على الفلاش بتاعته. شايفين الدراجون الانفيرنال الثاني لفريق جي كي، والجولد ليد لسه زي ما هي حوالي 4000 او 4000 ونص ما بين الفريقين، ولكن بالايرلي جيم اللي حصل ده وبصراحه الايرلي جيم اللي ما كانش كويس من فريق جي كي، ان يبقى هذا الفريق اهد دلوقتي في الجولد، وان يبقى هو اللي معاه التو دراجونز ورا بعض، يوريك قد ايه التيم فايت ده التيم ده يعني كويس جدا. وبصراحه انا شايف ان الفرق لحد دلوقتي يعني الفرق الكبير اللي عامل مشكله بالنسبه لفريق اليت هو التيم فايتنج بتاع فريق جي كي كلين اكتر بكتير، واستخدام الابيليتيز شايفين على طول ال1 في 1 موجود ما بين اورن ووفو، ولكن يعني الاثنين بيهزروا مع بعض شويه، عارف انت هزار التنكات بتاع الليج جيم ده اللي هو يقعدوا يضربوا بعض نص ساعه كده، وفي الاخر برضو ايه محدش هيعمل حاجه. وفو هيكسبها لو اتلعبت، وفو هيكسبها لان هو اللي عنده كونكرر وهو اللي عنده الادفانتج في اللونج تريدز، فعشان كده ما رجحش ان هي بياخد التريد دي صراحه. ياب، ولكن ده في اللونج تريدز يعني اورن بيعمل الكومبو بتاعه وبيرجع على طول، هو مش محتاج يعمل اي حاجه، هو يقعد في البوت لين يكاتش الويفز ويستنى لما يحصل بلاي على البارون يقدر ان هو يعمل تريبوت. وبالتوب لين احنا شايفين تريد مره كمان متكرره على طول في التوب لين من عند الاستاذ تريجا كينج، ولكن تليفورت برضه موجود هنا مره كمان من الاستاذ ايهاب على الاورن، كل تليفورت جود ممكن تكون موجود من مجرد ما تليفورت، ولكن نوت اوف تايم اكشلي نيفر مايند. تربل مان نوك اب موجود معاه ولكن مش هيلحق يكون عنده الافضليه انه يضرب الار مره ثانيه عشان يستخدم النوك اب هنا، فهي بول داون قدام فريق جي كي سبورتس اللي ما خسروش برضه ولا واحد كالعاده. ووكو شاري معاه هنا التورت بالستورم برينجر بينط هنا على الاستاذ ايهاب في 9 الدمج والكالينج اللي موجود عند لوشن ويتو فاست. هنشوف هنا قدر يجيب عليه الكل ثلاثه ممبرز زيهم من عند فريق اليت مره كمان مقابل ولا واحد من عند جي كي، انظمهم في التيم فايتس مخيف يا موحى. مخيف الصراحه، يعني اكتر من رائع، هذا اكتر من رائع من الفريق. يعني التيم فايت واستخدام التليبورتس اعتقد هو ده الفارق الكبير قوي ما بين الفريقين النهارده، يعني تشوف على طول فريق اليت يحاول ان هو يعمل بلاي في البوت لين تلاقي على طول دبل تي بي موجوده ما تقدرش انك تعمل اي حاجه، يحاول يعملوا بلاي في التوب لين تلاقي التي بي موجوده من ووفو والانستنت روتيشن موجوده من البوت لين والجنجلر بتاع فريق جي كي، يرجعوا على طول يعني يطلعوا على طول على التيم فايت ويقدروا ان هم يكسبوه. بصراحه انا شايف فريق اليت مش قادر ان هو يعمل ريسبكت كفايه او مش محترم فكره التليبورتس، لو انت احترمت فكره التليبورتس ما تعملش فورس الفايت زي ده ابدا، لان النتيجه ما كانتش النتيجه اللي هم عايزينها، هم كانوا عايزين يجيبوا بيك مثلا او حاجه، ولكن الموضوع بصراحه دلوقتي بقى صعب جدا بالنسبه لهم. فرق الجولد حوالي 7000 في الدقيقه 27، الفرق كبير جدا، وكمان معاهم 2 انفيرنال دراجونز قدامهم دقيقتين على ثالث انفيرنال، يعني انت متخيل لو خدنا انفيرنال سول باربع انفيرنال دراجونز بيبقى بف في الاي دي والاي بي كبير جدا، وكمان الانفيرنال سول لوحدها بتطلع دمج رهيب. فبصراحه الموضوع بقى صعب جدا على فريق اليتس، محتاجين ان هم يعملوا معجزه، يعني ده اللي تقريبا المفروض يتقال، ان هم لو عملوا معجزه ممكن يرجعوا في الجيم ده، ولكن فريق جي كي محتاج ان هو يفضل بس يبريشر بالتيم كومب بتاعته بال1 4 اللي هو عاملها ويقدروا ان هم يفتحوا البيز. واعتقد ان الجيم ده لو تيم جي كي لعبوا كلين الخمس دقائق الجايه ممكن يعملوا اند متسول. فريق جي كي اي سبورتس انا ما كنتش عندهم صعوبه في انهم الاند صراحه قدام فريق اليت مره كمان من ال 28 هنا انتو ذا جيم، عندهم فرق جولد ادفانتج 7000 هو مش الرقم الكبير قوي، ولكن في المرحله دي يعني اي جولد ادفانتج بتكاونت لصالحك هنا. وسايفر اللي كنا بنشوفه في بدايه الجيم مش قادر ان هو يقرب خالص من الشات دلوقتي، هنا بقى عن طريق الناس الايتمز اللي موجوده عند الساندرا ناتس بالعكس يمكن كمان متقدم عليه ببلايتنج جو اللي الساندرا معهاش بس الليفر فروست والفويس ستاف، ولكن سايفر ايتمين ونص بعد السبيل بايندر اللي موجوده معاه هنا على طول عنده فرصه كويسه جدا ان هو يقدر يخش، او اسف الكوزميك درايف اللي موجوده معاه هنا يقدر ان هو يخش بيها على الساندرا ويفول باك. ابيليتي هيست كتير جدا موجود مع الاستاذ سافر دلوقتي قادر ان هو يطلع الدمج على فريق اليت من ال 29 ويتو تانك هنا لحد دلوقتي، ولكن ووفو بيخش على طول هنا وسط الخمسه ممكن نشوف سايفر قادر ان هو يكمل فيه الانجيج بالديستورشن، ولكن ووفو بيخش الخمسه ده ما هو اجواد على طول هنا في الفايت، ولكن شوت داون موجود عليه هنا من الزاويه ويتو كويك على طول مع كراكن سلاير وميميك بيجيب الكل على الاستاذ بوب سموك الايل اللي موجوده من الاسندر بيحاول ان هو يفول باك بيه هنا، ولكن لسه التريد مكمل عليه من الشباب 2
قدام واحد. المره دي في تقدم عند فريق اليد على الاقل قدروا انهم يقتلوا الجنجلر واول ديث الاجوات فيه. ايوه يعني اول ديث في الدقيقه 29 ما اعتقدش انها تبقى ازمه كبيره يعني، لان احنا شايفين فريق جي كي قدر ان هو يأوبن البيز، خدوا الميد لين تورت وخدوا الانهيبيتور وكمان بيعملوا ترانزيشن للليد دي في البوت لين، وقدروا ان هم ياخدوا التورت مش محتاجين يقعدوا اكتر من كده، لان هم لو قعدوا اكتر من كده بصراحه الموضوع هيبقى خطر عليهم جدا. ممكن نشوف يعني مش كامباك ولكن كيلز مش هيبقى ليها اي لازمه ان فريق جي كي يدي الفري كيلز اللي زي دي. وشايفين لغايه دلوقتي تيم فايت ورا تيم فايت قادر فريق جي كي ان هو يثبت ان هو الفريق الاحسن، قادر يثبت ان التيم فايت بتاعه بصراحه يعني مش فرق كتير هي اللي بتعرف تيم فايت قصاد فريق زي ده. شايفين ميميك هنا يقدر ان هو ياخد السولو دراجون، ثلاثة انفيرنال دريكس ستاجد لهذا الفريق، يقدر ان هم يبقى عندهم باف في الاي دي والاي بي بشكل رهيب جدا. تقريبا كل باف يا مورجان بيدي 4% ولا 6%؟ 4 صح. مورجان معايا يبدو لي ان كان في تكنيكال ايشوز كده لكن مو هام باك الحمد لله. اوكي اتس فاين. انا كنت بتكلم في ان الانفيرنال دريك بيدي 4% اي دي واي بي صح. بالفعل 4% اي دي واي بي وستاكس طبعا مع الانفيرنال سول كل الكلام ده بيتضاعف، وطبعا الدمج ده هو نفسه بيخش في الستاكينج باور اللي بتكون موجوده مع الانفيرنال سول. فبنسبه كبيره جدا هنشوف الانفيرنال دريك سول اللي خدوها جي كي ايسبورتس هتحكم بنسبه كبيره جدا فريق اليت، مش هيكون عندهم الافضليه صراحه في الجيم ده او خلاص. يعني يمكن اليت ايسبورتس عندهم لحد دلوقتي هنا فرصه كويسه موحه ان هم يرجعوا في المباراه، ولكن لو شفنا الانفيرنال سول بتروح لجي كي اعتقد ان سما تتضاءل جدا زي دلوقتي بنسبه تونيجيا كينج ان هو يعيش بتتضاءل قدام السايفر اللي دلوقتي الكل الرابعه اللي في الجيم. فما اظنش حتى انهم محتاجين الانفيرنال سول والله، يعني معاهم 10000 جولد ادفانتج ممكن تاند من دلوقتي اوريدي. اظن ان هم مش هيستنوا لحد الانفيرنال سول، لان انت بتتكلم في 4 دقايق واحنا في الدقيقه 31، يعني نوصل للدقيقه 35 الموضوع مش مستاهل خالص. يعني انا الراجل جونجلر اللي بيلعب بجريفز ده صعبان عليا قوي، معاه كان شبه بيرفكت كده ايه يعني 3-1-3 لغايه دلوقتي، ولكن وفو مش سايبه، وفو بالكونكرر وعمال يطلع دامج، والراجل التاني معاه البلاد ثيرستر والامورتال شيلد بو بيحاول يعيش. واعتقد ان الاند ان الجيم هيتعمل لها اند في خلال دقيقه مثلا. لكن في الميد لين الانجيج جنرال موجوده خلاص من عند الاستاذ ميميك بالاثنين تاورز اللي اتعملوا بس دلوقتي هنا بالستورم برينج اللي موجوده من عند الاستاذ بوليبير. ثانيه واحده بس قادر ان هو هنا يمنع التاورز من ان هي تكمل معاهم فيها الفايت. ازاي هتفول داون زي ما نسب فريق اليت ان هم يكسبوا فول داون هنا، ولكن بص الانسا فلاش اللي موجوده من عند ميميك انسين ميكانكس موجوده معاه بالكلانس اللي موجوده ببيت الاستاندر هيقتله جوه البيس بالتربل كيل جوه البيس بكراك سلاك مور ذان انف دامج معاه كان هيفول داون عمل اللي عليه وزياده. فنشوف فريق جي كي سبورتس قادرين هنا ان هم يكسبوا قدام فريق اليت في المباراه الاولى قدام فريق اليت سبورتس هنا 1-0 في البيست اوف 3.